تعرض الفنان المغربي سعد المجرد لحادث سقوط مخيف خلال تصوير أحد أغانيه بطريقة الفيديو كليب رفقة أعداء فرقة فناير، وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل يوثق لحظة سقوط المجرد وأعداء فناير خلال تصوير مشهد ركوبهم سيارة كجزء من الديكور واصطدامهم بالأرض. ولم ترد أنباء عن الحالة الصحية للمجرد وأعضاء الفناير، وما إن كانوا قد تعرضوا للإصابات حرجة بعد هذا الحادث.